آخر موضة. علي، وصلنا لفكرة اللايف ستايل، وهالمرة مع مارك ديبي. هو مهندس. خبرنا أكثر، أنت عملت الانترفيو، خبرنا أكثر عن شخصيته. عم بهتم باللايف ستايل، أنا شيء بحبه كثير مثل ما بحب الموضة. مارك ديبي اكتشفته بكل صراحة من خلال مجلة نون، ضو عليه، شاب لبناني ما بيعرف يحكي كثير عربي، هلا رح تلاحظوا بالانترفيو. لقيت صعوبة بالأسئلة معه. كيف عمره؟ شاب عمره صغير. بتخيل بالثلاثينات، أثبت وجوده بأوروبا بسرعة، وحتى تصاميمه لقيت إعجاب واستحسان كتير ماركات أوروبية، فعم بيكون في نوع من التعاون كولابوراسيون مع ماركات عالمية ممكن كتير بالمستقبل. طب خلينا نتعرف سوا على مارك. يلا. مارك ديبي، اهلا وسهلا فيك باخر موضه بفكره لايف ستايل. مارك، انت مهندس وكمان مصمم مفروشات، وين بتلاقي حالك؟ بتصميم المفروشات او بهندسه الديكور؟ بعتبر حالي كتير محظوظ اني اشتغل بمهنه تكون هوايه لإلي، ان كان التصميم الهندسي او المفروشات. طريقه الشغل هي ذاتها بيجذبون، ان كان شخص او عائله او شركه، مع طلبات والمشاكل، والفرق بس بيناتهم هي الفرق بالياس. وين بتصنف قطعك؟ هي قطع مودرن او قطع كونتمبوران؟ صراحه ما بعتبر انه بتابع اي مدرسه، وما بلحق اي ترند لانه ترند يموت، وانا بحب انه شيء بجرب قد ما يكون انه شيء يكون ابدا. بستعير من الماضي وبرجع بشتغله مع وجهه نظر عصريه. مارك، مفروشاتك وتصاميمك بينت باهم المعارض المتخصصه بالمفروشات ما بين لندن وفرنسا، خبرنا اكثر عن مشاركتك بهذه المعارض. انا كثير مبسوط اني اكون مؤسس بلبنان، وكثير محظوظ اني يكون عندي معارض برات لبنان. بباريس بشتغل مع معرض بن سيمون، بلندن مع سيدز جاليري، وببرلين مع بازار نوار، وببيروت عندي جوي مارديني جاليري اللي مثلتني بديزاين ميامي وارت بازل بامريكا وبسويسرا. عملت كمان معرض ميزون اوبجي سنة الماضي مع خمس مهندس تصميم غير لبناني، وبحنا الـ Award Rising Talent. وكمان عرضت بميلان، بلندن أكيد، وببلاد بلبنان والبلاد العربية. يعني مارك، عم بتواجه مشاكل بتنفيذ أفكارك بالمفروشات من خلال اليد الحرفية الماهرة الموجودة بلبنان؟ يعني أكيد مثل غيري بنلاقي صعوبات أوقات، بس طبيعتي ما بستسلم بسهولة، وبجرب اشتغلها قد ما فيت نلاقي حل كون مبسوط فيه. وانا من الاول بشتغل مع وباخذ بعين الاعتبار معروفات الحرف. من هو الديزاينر اللي متأثر بشغله؟ ما عندي ديزاينر محدد. كل ديزاينر عنده شغلة بحبها، بس ما في ولا واحد معين. أنا بتشكرك مارك، وأنا بشوفك عن جد فنان مستقل بأفكارك وبتصاميمك، وبتمنى لك كل التوفيق. ميرسي كتير.